الحكمة مساء اليوم بالعاصمة نواكشوط، ندوة فكرية للحديث رفقة الدكتورة الشيخة سيدي عبد سيرته الإعلامية ومعرفة انعكاس تجربته على الواقع المعيش. الزميل محمد المصطفى ننو حضر الندوة وعاد منها بالتقرير التالي. المقدم هو الضيف، والصفحة الأخيرة هذه المرة خارج سياق النص المعهود لها، والحضور هم المحاورون لإخراج مكنون ونقد الناقد الدكتور الشيخ سيدي عبد الله الذي سرد للحاضرين قصته مع الإعلام وسبر أغوارها لكي يأخذوا منها العبر. أبو حفص الموريتاني عدلت معاه حلقة واحدة، لأنه هو أبو حفص عنده تحفظات اتجاه الحديث عن فترة القاعدة، نتيجة لأنه عنده اتفاق مع مؤسسة نشرية ستنشر مذكرات قبله، وعندي عنها محرمة عليه الحديث عن ذيك التفاصيل ما حد ما فات وخاض المذكرات، وهذا طبيعي يخليك عقد عائد. ومتذكر على أني جيته داره وقلت له ندور معاه حلقة، هو عاطيه لا حلقة واحدة التلفزيون عاطيه، جيت طبعا عاد غير اتفق معاه على أن القاعدة مات، فترة القاعدة ما نأخذ عليه، وقلت له لاني انا قاعد معيط ولا ساعه تعرف كيف صدر مذكرات صلاح ان فين فقرتين والله ذاك ذاكروا فيهم صلاح اختلوا توفي بطحهم، وانا طبعا مبيت المبيت وجينا وقعدنا في البرنامج درته في حاله نفسيه الى ان حولت الحلقه كامله شرق قاعد الى درس علم حكما سر بالطريقه اللي صار بها الايران والطريقه اللي تم بها كامله. حديث غض ذو شجون ذاك الذي جمع به بيت الحكمة الدكتور الشيخ سيدي عبد الله بالدارسين والباحثين في مسعى يقول القائمون على الندوة إنه لإنارة الطريق للمجتمع. إبراهيم العمر الحمر رئيس منتدى بيت الحكمة للثقافة والفكر والحوار، كما تشاهدون نحن نقيم أسبوعيا حوارات مع مثقفين ونثير مواضيع من شأنها أن تسلط الضوء على مواضيع مواضيع لها دور كبير في زيادة نسبة الوعي في المجتمع. الشيخ سيدي عبد الله هو في الأخير قامة أدبية سامقة، لكن حين يتشرف الأدب بأن يكون محل للنقاش تمحى كل الأسطر السابقة وتمتزج السياسة عن غير قصد بالأدب. حمد المصطفى، نونو، الوطنية.